شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان بالأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر 2023؟ عزيزي، بتكثف جهودك ببداية هالشهر بفضل تأثيرات كوكب بلوتون وبتسجل نقاط مهمة لصالحك، فبتحبط يلي عم بيحاولوا وضع العصي بالدواليب، هالشي بين السبت 2 والأحد 3. بهالفترة تحديداً عندك صعوبات وتعقيدات، أو تكتشف شيء ما كنت متوقعه، أو تضطر إلى إلغاء أمر، إلغاء موعد، إلغاء لقاء لحتى تواكب يلي عم بيصير، أو غصباً عنك تتحمل مسؤولية أو بتقوم بواجبات ما فيك تغيب عنها. بتتجاوز حدودك بين التنين 4 والتلاتة 5، وبتشرح السبب. يمكن عم بتعد انت خطة جديدة تتشل قدرة الأعداء على زرع شقاق بحياتك. بتشعر انه في حدا عم بيحاول انه يخلفك مع أحد الأشخاص، أو بيوصلك يمكن بعض المعلومات يلي بتزعجك. تذكر عزيزي الميزان انه ألف صديق مش كتار، بس عدو واحد لكثير. هالعدو أو هالأعداء بيحاولوا أنهم يوقفوا بوجهك. بدك تقلي من وين بيجوا الأعداء؟ أوقات ما بتكون عملت شيء، بس بسبب الحسد أو لأنك نجحت تخلق هالأعداء. بتتألق بطاقة كبيرة وجاذبية قصوى بين الأربعة 6 والجمعة 8، وبتوضع هدف قدامك لازم يكون قريب وسريع. ما تراهن على أهداف بعيدة، الوقت ما بينتظر والظروف ملحة جدا لإنجاز سريع يا عزيزي.